عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج محاكاة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، وذلك بمقر فرع المدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد. تأتي هذه الخطوة المهمة من قبل وزارة التربية والتعليم استثماراً لنجاح قمة المناخ التي انعقدت في مصر في الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر 2022 بمشاركة قادة العالم ولفيف من الشخصيات الدولية، وتماشياً مع اتجاه الوزارة لتطوير أداء الطلبة وتحميلهم المسؤولية وتعريفهم بما يجري حولهم. احنا الولاد بتوعنا لازم يبقوا مواكبين كل حاجه بتحصل، لازم يبقى عندهم وعي بكل حاجه بتحصل في بلدنا، سبيشالي ان يعني ان المؤتمر ده معمول عندنا في البلد، فكان لازم ان الولاد تبقى اوير اوف ذات. فبدانا نتكلم مع الولاد، واحنا عشان عندنا انشطه التوكاتسو ومجالس الفصل بنناقش فيها احنا ممكن نعمل ايه يعني في الامر ده. ففي ولاد اختارت انها تعمل اعمال فنيه وتتكلم عنها، في ولاد اختارت انها تعمل ريسيرشز، وفي ولاد اختارت انها تعمل محاكاه للمؤتمر. فبداوا بقى يذاكروا كويس، والتيتشرز بتاعتهم طبعا تو سبورت ذم بالمعلومات الصح، ما يجيبوش اي معلومات غلط. والولاد حبوا جدا الفكره فعملوها يعني بطريقه مميزه الحمد لله. عندنا نشاط اسمه نشاط التنظيف، ده برضو مختلف عن اي مدرسه تانية، علشان الولاد تتعلم انها تعتمد على نفسها، وان احنا نظافه المكان اللي احنا فيه دي حاجه مهمه، ان احنا نحافظ على المكان اللي احنا فيه. في المدارس اليابانيه في انشطه توكاتسو، ودي بتساعد الطفل يعني ان هو يبقى ليه شخصيه وهو مسؤول عن الحاجات اللي بيقوم بيها في حياته عموما، بجانب الشق التعليمي يعني يبقى فيه شق شخصي ان هو يبقى ليه شخصية مميزة ويقدر يعتمد على نفسه. من ضمنها انشطة النظافة اللي بيتم يوميا في المدرسة، ان هو بيحافظ على المكان اللي هو قاعد فيه وينظفه ويحافظ عليه زي بيته بالظبط، وده بيبقى ليه مردود كمان في البيت ان هو يقدر يعمل ده ويساعد فيه يعني. وده اكيد كله بيصب في شخصية الطالب يعني، وبيقدر ان هو كمان بنساعد بالانشطة اللي بنعملها دي ان هو يتابع الايفنتات او الاحداث الجاريه عالميا زي مؤتمر المناخ، وان هو يعرف ايه اللي يقدر يعمله علشان يحافظ على البيئه، وايه دوره، وهو كل واحد على قدر سنه ليه دور، يحافظ على مصادر الميه، يحافظ على الطاقه، يوفر فيها، علشان كل ده بيصب في التغيرات المناخيه اللي هتحافظ علينا كبشر يعني في الاخر. وحدة المدارس المصرية اليابانية كانت بعتلنا مبادرة اسمها Friends of Planet اللي هو أصدقاء الكوكب. بدأنا من المرحلة دي ان احنا نقعد نبحث احنا ممكن نتكلم عن ايه او ممكن نعمل ايه، فنفذناها على 3 مراحل. كانت اول مرحلة ان احنا عملنا عمل فني، عملنا لوحة طبعا تحت اتكلمنا فيها او عبرنا فيها عن التلوثات الموجودة في الكوكب، وازاي الوضع اللي احنا وصلنا له دلوقتي نتيجة التلوثات الموجودة حوالينا طبعا. والمرحلة التانية طبعا اللي احنا بنتمنى من العالم كله طبعا ان هو يوصل لها، وعملنا طبعا نص للكوكب وهو بحالة جيدة، والنص التاني طبعا هو الكوكب يعني الدمار اللي حاصل في الكوكب وانواع التلوث الموجودة حوالينا في كل حتة، واللي طبعا بتأثر علينا بشكل كبير جدا. طبعا في برضو فروق فردية بين الأطفال، فبقيت أدي مثلا أنا عارفة حد معين قدراته تسمح له أنه هو يعمل عمل معين، بس الولاد أثبتوا أنه كلهم أصلا كلهم شاطرين جدا ما شاء الله، وكلهم أقوياء جدا، وأنا دايما بفضل أقول لهم أنتوا أحسن حاجة في الدنيا وأنتوا أقوى الناس في الدنيا. وهدفنا في النهاية أصلا في المدارس المصرية اليابانية هدفنا أن احنا بنبني جيل. كان دوري في المؤتمر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفدت ان في دول كتيره كانت بتقول عن معلومات كانت جديده عليا، وان في برضو كان تعرفت على بلاد جديده وعن معلومات اكتر. استفدت ان احنا ما ينفعش ان احنا نرمي زباله في الشارع او على نباتات او في الميه.